السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله غادي نديرو اول درس ديال لا باتينتي اللي غادي نحاولوا نشرحوه بالدارجه المغربيه. فكأي ماده كيخصنا نعرفو المصطلحات التقنيه ديالها باش نتعلموها. وكنقول لكم انا لا باتينتي ماشي صعيبه غير بالنسبه للاجانب، ولكن حتى بالنسبه للايطاليين، لانه كنستعملوا مصطلحات ما كيكونوش في اليوم ديالنا، يعني ما كنستعملوهمش كل نهار وديما. فاول درس غادي يكون ان شاء الله هما هذوك المصطلحات، كل حاجه اشنو كتعني، اللي غادي تلقاوه في اي ابليكاسيون ولا في الكتاب ديال لا باتينتي كاول درس. ففي هذه الصوره كيف ما كتشوفوا عندنا اول حاجه هي لاسترادا. لاسترادا الى جينا نقولوا شنو هي بالعربيه، هي الطريق. ولكن ك حاجة اللي خاصنا نعرفوها ملي كنكونوا كنقراو لا باتينتي، لا سترادا هي اللي كيقدروا يتمشاو فيها او لي بيدوني انيمالي فييكولي، يعني الراجلين، الحيوانات، وكذلك العربات. العربات ماشي يعني غير الطوموبيلات، طوموبيل، كاميون، اي حاجه عندها موتور. وممكن تكون اسينسو اونيكو ودوبيو سينسو. اشنو كيعنيو بسينسو اونيكو؟ يعني كتكون غير كدي ولا غير كتجيب في اتجاه واحد. دوبيو سينسو يعني كتكون كدي وكتجيب في جوج ديال الاتجاهات. هي تيكونوا فيها بزاف ديال لي كاريجاتي. اشنو كيعنيو بكاريجاتي؟ كاريجاتي هي البلاصه في اللي كيتمشاو فيها الطوموبيلات، يعني البلاصه اللي فيها الزفت كيف ما كنقولوا حنا بالعربيه. البلاصه اللي فيها الزفت هي لا كاريجاتا. لا كاريجاتا كيسيركوليو فيها فييكولي اي دانيمالي، يعني العربات والحيوانات. هي خاصه غير بالعربات وبالحيوانات. لا سترادا داخل فيها كذلك لي بانكيني. اشنا هما لي بانكيني؟ لي بانكيني هو ملي تكوني غادا في المارشا بيدي، ملي تكوني غادا في ممر الراجلين، كتشوفي تهبطي راسك لتحت، كتشوفي واحد لا بارتي ديال الزفت، وعاد من بعد منها واحد الخط بيض. هذيك لا بارتي هي لا بانكينا. وكذلك داخل في لاسترادا المارشا بيدي اللي هو تروتوار، اللي هو خاص بالراجلين. وداخلين فيها كذلك لي بيستي تشيكلابيلي. اشنا هما لي بيستي تشيكلابيلي؟ هما الممرات ديال البيكالات، يعني كيكونوا غالبا في داك اللون حمر عفوا بحال الياجور. هادوك هما لي بيستي تشيكلابيلي، كيكونوا تيدوزو فيهم غير البيكالات. وهاد الصوره راه كتبين لكم فينا هي لا كاريجاتا، فينا هي لا بيستا تشيكلابيلي، فينا هي فينا هو المارشا بيدي، وفينا هي لا بانكينا. يعني هادي راه بحال الطريق اللي كنمشيو فيها عاديه، محددين فين اشنو هي البلاصه اللي كنسميوها كاريجاتا واشنو هي البلاصه اللي كنسميوها بيستا تشيكلابيلي. وفي هاد الصوره كيبان لينا كل قطعه ديال الطريق لمن مخصصه، شكون اللي يقدر يتمشى فيها. مثلا اللي بالخضر فهي لا كاريجاتا، كيتمشاو فيها فييكولي اي انيمالي. اللي بلورونج اولا الليموني فهي لا بانكينا، ممكن يتمشاو فيها بيدوني. واللي بالغوز فهي بيستا تشيكلابيلي، ممكن يتمشاو فيها بيتشيكليتي. وكذلك المارشا بيدي اللي كيتمشاو فيه اي بيدوني. فهاد الصوره غتخليكم تفهموا مزيان انا علاش كنهضر واشنو كنعني بسترادا كاريجاتا بانكينا بيستا تشيكلابيلي